مرحبا جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد من تقسيم الميدان. اليوم عاوتاني يكون فيديو جديد ونمشيو لبلاصه جديده. واليوم غادي نمشيو لبلاصه اللي فير سبيشال اللي قريبه من اسطنبول. نمشيو اليوم لجزر الاميرات برانسيس ايلاند، واحدة من اشهر الاماكن السياحيه هنا قريبه لاسطنبول. سو اليوم غادي نمشيو نبارطاجي معكم كلشي يا خوت. سو لك تي اول مره غادي تفرج فيها، ما تنساش دير لايك وابوني بارطاجي الفيديو الماكسيموم، خلي دي كومونتير ما تخسر والو باش يطلع فيديو الناس بزاف ويطلع الفيديو فريتين الله باش تكبر لاشين وتكبر العائله ونبلبلوها ان شاء الله. يلا بلا ما نطول عليكم، هيا بينا كايز. دابا انا يلا وصلت الايمينونو، يلا حطني الباص انا نوريكم الباص. رقم الباص باي دوي كاين 70 اف اف او 70 اف او، عقلوا على الكتو جايين من جهه التقسيم. وكاين رقم 66 هادو كيجيبو لهنا، انا نوريكم فينا. اما حطة ديال الباص فين كيحطكم. احنا دابا غادي نقلبوا على اللي غادي الادالار، ادالار ولا برانسيس ايلاند. صافي منين غادي للقرى غادي نقول لكم الثمن باش ديال الرحله وكل شيء. ساو تابونا، وانا ما كنبغيش نجي ديريكت ونوريكم داكشي ديال العياقه، كنبغي او ميم طون بارطاجي معكم جايز. يلا قطعت البيل ادالار، انا نبارطاجي معكم الثمن. هاتم 50 ليره 25 درهم الي، وترجع من تما ب 50 ليره 25 درهم. انا عندي غادي انا البوت اللي غادي ينطلق ينطلق مع الوحده قلتولو. دابا 12 باقي ليا واحد 40 دقيقه ولا 45 دقيقه عادي يتحرك ان شاء الله. وكاينه ساعه ونص ساعتين ديال الطريق، بقاو معايا ان شاء الله. دابا بارطاجيت معكم كاع لي زانفورماسيون. صافي دابا تبقاو معايا تنوريكم الاجواء ديال الطريق ونوصلوا لتما ونوريكم الايلاندز والاجواء تما. يلا بقاو معايا جايز. كما كتشوفوا يلا تحرك البوت هنايا. دابا هادي كاين الجهه الاوروبيه كما كتشوفوا، لي فناطي هاد السحاب كلشي داكشي التوريستيك. دابا غادي يدوز هنايا على يوقف في الجهه الاسيويه جهه كاديكوي، ومن تما غادي يكمل رحله لجزر الاميرات. كاين واحد ساعتين ديال الطريق، شوفوا الاجواء الطريق وعامر البوت. ما بغيتش نبدا نصور بنادم تو هاتم. جايز واخيرا وصلنا دابا لفرانسيس ايلاند جزر الاميرات. ساعتين ديال الطريق، كانت الرحله شويه مع البحر شويه كتشد الطريق. دابا حنا يلا وصلنا، الدنيا عامره بالاجانب كبار بزاف هنايا. واحد النصيحه نقولها لكم، ان فوا يحطكم البوت قطعوا البي ديال الروتور، قطعوا البي ديال الروتور. اوكي جايز قطعوا البي ديال الروتور، حيتاش غادي يطل كما كنقولوا تقدروا ما تلقاوش البي ولا تقدر يسالي. المهم تفادي لاي حاجه قطعوا البي ديال الروتور وتمشوا على خاطركم. وقت ما رجعتوا تلقاو البوت ديالكم وتركبوا وتمشيو. دابا غادي نضرب بكم دور هنايا في الايلاند ونكتشفوا مجموعي. تقدروا تاخذوا هذه دار بكم هاد الجزيره. هاتم اخوتي حنا غادي كندورو، راه ماشي جزيرة الدورة في 10 دقايق، راه خصك بيكالا. الأغلبية كياخدو بيكالا، ولكن رفع الطلعة. دابا البيكالا تكون غادي بها طرونكيل بحالك، ولكن في شي طلعة خصك تدفع، أنت تدفع. الناس كيتمشاو الأغلبية، تا حنا نتمشاو. يجينا العطش والجوع، نريحو ناكلو في شي بلاصة عاد نكملو.
كاش فدان كلش كي ياخذ هذيك الدار بهم الجزيره كامله هانتوما بزاف زوينه لا خوتي لا غادي ما عرف منين ندوز ها الطلعات ها الهبطات ها الدورات ها طول ما عرف منين مشي غادي بيكالات كيتكراو للساعة كرا كيتسخفو ها كاينين الطلعات هنا يلاه تتسخف اه ولكن جزيرة زوينة ما نجوم شوف اخوتي هاد المنزل هنا كيف مقادينه كل شي كياخد بيكالات هاد صند الدريات وما كتقدرش هاد كل شي بيكالات ولكن دابا طلعان جرى ما يقدروش كاع شوفوا هاد البلاصه هنا كراسمين فيها يا سلام يجي بنادم هنا يتصور عاتي اخوتي واحد الحاجه لاحظتها وانا كندور في هاد الجزيره عاتي الكالم الكالم كالم بزاف عاتي هاديك الضجيج ديال اسطنبول هاديك المدينه والزحام تي هنا ترونكيل سقيل وجو زوين يا سلام جايز دابا هنا كما كتقولوا بالوسط السنتر ديال هاد جزر الاميرات هاد الايلاند خاصة هاد الايلاند هي اكثر وحده مشهوره هما كاينين ربعه ولكن هادي هي الكبيره والمشهوره زحام بنادم غادي جاي هنا كلشي لي غيستورون لي غيستورون هنا كيبيعوا اللعيبات هانتوما هنا هو الوسط ديال هنا شو هنا الصف باش كي يقطعوا باش يرجعوا اخوتي شو هاد الصف انا قطعته تهنيت غنشوف شنو هادي ما عرف ديالاش واش لا وقال ماشي ديال ما عرف ديالاش هاد جي نشوفو خوتي دابا هادي باص كتركب فيه اللي وريتكم قبيله راهو كتركب فيه كيدوركم هاد الجزيره كامله ما عرفتش شحال ديال الفلوس غنشوف تما شحال ثلاثة وثلاثين ليرة اخوتي ثلاثة وثلاثين ليرة قول 16 درهم كيدوركم هاد الجزيرة كل اللي كياخد بيكالا كل اللي كيضربها على رجليه على حسب كل واحد وكانتو والقدرة ديالو على المشي وداكشي بلاصة شوف تما الزحام كياخدو لي كلاص بنادم كياخد لي كلاص غنشوف بشحال هاد الكلاص ناخد واحد الا كان في بثمن في المتناول حيت بعض المرات كيديروا شي اثمنه راه غايز هو هذا يعني كما كنقولوا البلاصه هذه الزنيقه هادي طوالي اللي كديك كما كنقولوا البلاصه اللي كيمشي لها كل شيء وفيها الماكله وفيها بحال تقول الوسط السنتر ديال هاد الايلاند حيت الا مشيتي للجناب الفوق ولا لتحت ليه كتلقى الديور ديال الناس و الناس الاصليين اللي كيسكنوا هنا هنا كتبدا تلقى لي توريست لي كافي فين تاكل لي كلاص هانتوما معايا دابا نحاول نمشى بكم شويه باش تشوفوا الاجواء ما بقاش غير
نوريكم بلاصة بلاصة، تعيشوا معايا الأجواء. جايز هانتوما تجمع، يلا دخلت صليت وخرج، لا جيتو لهنا صلاتي الواحدة واخا تمشي لزنبيقيا خاصك الصلاة تحافظ عليها. هانتوما الجامع راه كاين هنا على البحر على هاد لي غيستورون. اوكي جايز، وقلت نقولها لكم هنا الجامع، تو نكملوا الجولة ديالنا ان شاء الله بعد. جايز هانتوما هذا هو الوسط ديال هنا ديال الجزيرة، هنا فين كاين هاد المشهور هاد البلاصة، وهاد التمثال قدامي الراية ديال تركيا. هنايا هانتوما دايرين لهم الجردة، جلسة على البحر واعرة، يا سلام. او قدامك اسطنبول من لهي، ومن هنايا من هاد الجهة تاخد لي كلاص وتاكل وتجي تريح هنايا، يا سلام اجواء رائعة. قاعد شوف هاد الكافي، هلو كارز كافي، بحال تاكسي كنت. شوف رائع الجلسة فيه، ديزاين واعر على البحر، ذاك هاد المنطقة الجميلة بلاصة الحمام، قدامك اسطنبول من لهي البنايات ديالها وداكشي، يا سلام. سو جايز من هاد البلاصة الرائعة الجميلة غادي تكون نهاية ديال هاد لا فيديو، حاولت نقدم لكم أكثر ما يمكن على هاد الجزيرة، وبريزونتيها لكم مزيان، ودرت ووريتكم كلشي كاع البلايص اللي خاصكم تعرفوا على هاد الجزيرة. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بهاد لا فيديو بهاد الدورة وبهاد الجزيرة الرائعة، وكنتمنى واحد النهار الا جيتوا لاسطنبول تجيو ليها، حيت فريمون تعجبكم، كالم وزوينة وفيها كلشي. إذا كنت أول مرة غادي تفرج فيا وصلتي حتى لهنا، متنساش دير لايك وكومونتير أبوني وفعل الجرس، كتر لي كومونتير باش يطلع فيديو الناس. يلا نشوفكم فيديو جديد، باي.